تم افتتاح اليوم معرض زينة البلاط الملكي، وذلك بتنظيم من هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية بالكويت، لعرض مجموعة قيمة تعرض لأول مرة في إمارة الشارقة، وهذا هو التعاون الثاني مع دار الآثار الإسلامية. الهدف من هذا المعرض عرض أنشطة وحياة الأمراء والسلاطين في فترة دخول المغول على سلاطين الدكن، والتي توضح حياة البلاط بما فيها من روعة وجمال وفخامة، والتي نقلت الثقافة والفنون والتراث بتصور جدا جميل من خلال 84 مقتنى تم عرضه على 3 أقسام، بدءا بالرموز الملكية وانتقالا إلى الرتبة والأسلوب وانتهاءا بتقاليد الفخامة. نتمنى أنكم تزورون هذا المعرض لما يحويه من ثقافة وعلوم وحضارة بجميع مختلف الأساليب والتقنيات المستخدمة في ترصيع هذه القطع من المجوهرات من الألماس والياقوت والزمرد وغيرها.